سلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نصور لكم الدرس الثاني ديال تعلم الطرز الرباطي باليد بالحريرمه من برونش. كنتمنى ان الفيديو ديال البارح يكون جاكم سهل، ديال انواع الغرزه. درنا غرزه بقلب رصه، درنا غرزه جنب رصه، درنا المروازي بجوج انواع ديالو. اليوم ان شاء الله غادي نتعلموا كيفاش غادي نطرزو، يعني كيفاش نخدموا وريقات قليب بحال هكا، يعني يكونوا معمرين شي شكلات. وهادو هما اهم حاجه في الطرز، يعني الا تعلمتو وطلقتو يديكم فيهم مزيان وعرفتو تخدموهم يجيكم كيما الرشمه كيما الخدمه ديالكم، غادي تكونوا مزيان. وبالنسبه على الحرير، انا اختاريت نخدم لكم الحرير لان اصعب حاجه في الخدمه هي بالحرير، يعني خصك تكون عندك لقانه وما تكونش كتعصبي معاه لانه هو كيتشنتف. الا خدمتي غير بشويه بلا ما تعصبي بلا ما تزيري الخيط بزاف، غادي تخدمي به مزيان. واذا تعلمتي تخدمي بالحرير غادي تعرفي تخدمي بجميع انواع الخيط، سواء صقلي او لا خيط او لا حرير ولا اللي كان تخدي الصوف ولا اي حاجه غتعرفوا تخدموها. داكشي علاش انا اختاريت نتعلمكم بالحرير ما مبرمش. وبالنسبه على البنات اللي كيسولوني شنو هو التوب اللي باغيين يخدموا عليه، من الاحسن انكم تعلموا على التوب ديال الخيط بحال هذا، ساهل في الخدمه وما كيزلقش في المرمى كما كتشوفوا هكذا. التوب ديال الخيط ما غاليش بزاف، كيدير 15 درهم للمتر، ممكن تاخذوا غير نص متر وديروا فيه تزوقوه. حتى انا كان عندي شحال هادي واحد المتر كنت كله مزوقه بالالوان والاشكال، طلقت فيه يدي عاد بديت كنتعلم. بالنسبه كنديروا وريقات بحال هكذا هكا، وريقات عاديين وصافي. ومن بعد نبدا نخدموا قليبات بحال هكذا. بالنسبه للخيط، الابره كما قلت لكم دائما الرقم ديالها 5، هذه ديال الطرس كما كتشوفوا العين ديالها طويله شي شويه. والخيط كنخدم به مدوبل كما هكذا وكنعقدو في الاخر ديالو، ما كيتبرم ما والو. بالنسبه للطرس غادي نشد من هنا من الجنيب ديال الرشمه وغادي نضرب غرزه في الجنب عاوتاني فوقاني، كنبعد على الرشمه بواحد المليم ولا اقل من المليم اي باش ما تبانليش الرشمه. صافي كنحاول نضرب وحده اخرى قدامها، عاوتاني الفوق قدامها لتحت. المهم كنمشي انا كنشوف غير في الرشمه كنبعد عليها. بالنسبه واحد البنت سولاتني اش كديري هكذا بضفرك، هكذا انا كنزل الخدمه بحال اللي كتبري صافي، انت ما كتبقاش منفوخه. هانتوما انا ماشيه غير مع الجنيب ديال الرشمه وكندير غرزه حدا غرزه وغير بشويه، يعني ما كنتعصب مع الخيط ما حتى شي حاجه. بالنسبه دابا في التعليم ما تكونوش مزروبين، يعني غير بشويه عليكم ديروا غرزه حدا غرزه حتى يعني تقنوا الطريقه ديال الغرزه، هذيك الساعه تبداو تزربوا. هانتوما كما كتشوفوا منين غادي تعلموا هكذا انكم ديروا الغرزات متقاربين ماشي صف واحد وما كاينش فراغ بيناتهم، صافي ديك الساعه راه مزيان راكم تعلمتيو. هانتوما كما كتشوفوا. بالنسبه انا الصابره اللي كنخدم بها هذه اصعب صابره لان فيها 8 ديال الشعرات و 8 شعرات رقاق، هي معظم الصابره الحرير حنا كنقولوا صابره عندنا هنا في فاس. الحرير كيكون فيه 4 ديال الشعرات، هذا فيه 8، يعني 8 من هنا و 8 هنا وكيتصوف هذا، فهمتي؟ بالنسبه انا محيت يعني سيني وانا كنخدم، بالنسبه لي ساهل اي خيط ممكن نخدم به. نولي نعاود واحده اخرى. كنمشيو بالغرزه غير جنب وحده حدا وحده، ما كنبعدش لا الفوق ولا لتحت. وديما الابره ملي كندخلها انا كندفعها بصبعي من التحت باش كتطلع وكتسهل عليا انني نطلعها من هنايا، يعني ماشي كتطلع بوحديتها. ملي كندخلها ما كنكونش دايره صبعي، ملي كندخلها كندفع الابره شويش كتولي هي تطلع لي.
بالنسبه للطرز ديال اليد يعني ساهل ما صعيبش. انا براسي يعني انا ما خديتش وقت طويل باش تعلمت، ما كنضش كملت شهر شي 20 يوم وصافي. مورا هنيش انا شديت جلابه ب50 درهم، اول جلابه واول مره نتخلص على خدمه كنت باقي كنقرا. كانت علمتني بنت الجيران ديالنا سميتها امينه، كنشكرها بزاف 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 حيت علمتني هادشي، وانا كيعجبني بلدي داكشي علاش يعني من غير انني كيعجبني بلدي وكنخدم راسي انني خدمت فيه يعني سنين كنت كنخدم فيه، ويعني كنت يعني من كتر ايام انا كنت كنخدم فيه كانت عندي فلوسي الخاصه بيا، ما كناخذش من عند والديا. انتما كما كتشوفوا سهله بزاف ما صعيبش. ملي كنسالي وكنقلبوا المرمى وكنعقدوا الخيط عادي اللور بحال هكا وكنقطعوه صافي بحال هكذا كيشي. دابا عاد نخدموا هاد القليب هذا، ما كنخدموهش جنب كنخدموه نيشان هكذا كنشدو كنبداو اول غرزه كتكون صغيره. من بعد كنبقى نكبرها غير بشويه على حسب الرشمه، كنمشي مع الرشمه وصافي يعني ما عنديش نتحمقي راسك انتي وتقولي يمكن كبيره او صغيره، لا كتمشي على الرشمه وصافي. صافي كنوصل حتى للوسط ديالو وكنبدا عاد نطلع. صافي كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، نخدموا هذا. منين يوحل لك الخيط بحال هكذا ما تجريش، عمرك ما تجري هكذا، كتولي ترديه كما كان وتعاد تجري. كيكون تعقد شي واحد خصو يتحل. هادشي علاش غالبا كتشنت فليكم الصدى، يا اما كتعقد ليكم كتجرو بالجهد، يا اما هاد الراس اللي برا كيكون ماضي ملي كتدفعي الخيط كيبقى يتجرح حتى كيتشنتف. هذا هو الدرس الثاني، كنتمنى انكم تعرفوا تطبقوه ويجيكم سهل. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي والدرس الثالث. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وشير القناه وتبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم. سلامه.